احنا اتفقنا يا جماعه، جاب لي الجدول ده وقال لي هات الوسيط، ادي الفئات ادي التجارب. خلاص هجيب الحدود العليا للفئات اللي هي 64 168 72 للحدود العليا. التجارب التراكم التصاعدي كنا بنجيبه ازاي؟ تكتب الستة كل مرة بجمع عليها التكرار اللي على الدنيا، يعني 12 يبقى 18، 18 أجمع على 10 يبقى 28، 9 أجمع على 28 يبقى 37، 3 أجمع على 37 يبقى 38. كنا بنعمل إيه؟ بقوم جايب رتبة الوسيط أو قاسم مجموع التكرارات على 2 يديني 20. أقوم حاطط ال 20 هنا في النص. أجي هنا يمني ال 20 موجودة من 18 ل 28، كويس قوي. يبقى الوسيط بتاعنا موجود من 168 ل 172. بقوم كاتب 168 هنا وهنا، وال18 هنا وهنا عشان ما انساش. طيب اجي دول بكتبهم بالترتيب اكس و172، يعني كان الاكس بتطرح من 168 ناقص 168 وال172 ناقص 172، ونفس القصه هنا برضه ال 20 وال28 يكتبهم هنا بنفس الترتيب، كان ال 20 طرح منها ال18 وال28 طرح منها ال18. طيب اجي بقى عندنا اكس ناقص 168 ناقص 170 دي هطرحها تديني 4، لكن لو حسبت تديني 1 على 5، اقوم عامل مقص، الخمسه هتتضرب هنا وال4 هتتضرب هنا. طيب الخمسه لما اتضربت هنا ادتني 5 اكس، 5 168 ادتني 840، قلت 840 ماكس الاشاره جمعت على الاربعه ادتني 844، رجعت نقلت الخمسه بالاسم ادتني 168 168 وكام؟ 18. ده بالنسبة لو طلب الوسط. طب لو طلب المنوال، عشان في ناس ما حضرتش المنوال المرة اللي فاتت. لما القصة دي المنوال سهل، مفيش فيه الكلام ده. المنوال بس هحتاج حاجتين، ادي الجدول نفس القصة بس جه قال لي ايه؟ قدر المنوال. ده كان بسيط، قال لي قدر المنوال. نفس العمليه. كل ما عليا ان انا هعمل ايه يا شباب؟ اقوم جايب حاجه اسمها الفئه المنواليه. الفئه يعني هتحل المساله ان شاء الله في خطوه كبيره. الفئه المنواليه وهديك المنوال. مساله عباره عن لكن بس، ولذلك هو ممكن يجيبها لي في اختياري في الامتحان. طب ايه هي الفئه المنواليه؟ اقوم باصص في التكرارات مين اعلى تكرار؟ يعني خد بالك بالعرض كده، وصاد اعلى تكرار دي الفئه المنواليه. شوف مين اعلى حاجه في التكرارات، دي معناها ايه؟ معناها اطول، يعني اكتر ناس في الفصل متركزين في الاطوال في الفئه دي. يعني الناس اللي طولهم 164 168، يعني اللي طولهم 165 و166 و167، الناس دي كلهم هم اكتر ناس في الفصل عددا 12 واحد، 12 واحد، بينما جميع الفئات الثانيه قليله 10 9 3. طيب عشان كده قال لك يا القصد اعلى تكرار. هل هتبقى هي دي الاجابه؟ لا لا، دي بس هتدور على اعلى تكرار. ده الاجابه فين يا جماعه؟ اهي ايه دي الاجابه. طيب دي الفئه المنواليه اللي هي من كام؟ من 164 ل 168. حلو قوي. طيب انت هتجيب بقى المنوال ازاي؟ كل ما عليك اجمع لي دول بس الاسم على اثنين واسم على اثنين. لو انت جمعتهم بس عشان مش معايا الآلة، في معانا الواحد و 33 على 2، طبعا هتجيب انت بالآلة بقى مش معانا الواحد، هيطلع 166. يبقى المنوال بتاعنا طلع 166. وحتى من غير يعني ممكن اخد بالي ادي 184 وادي 168، من الرقم اللي في النص بالظبط هو ال 166. النص هو ال 166. يبقى القصة كلها يا جماعة إن أنا حددت الفئة المنوالية، تمام؟ المنوال هو هيبقى مجموع مقسم على اتنين، مجموع مقسم على اتنين. طيب والمنوال بيسموه برضه في نفس الوقت مركز الفئة المنوالية،
هما الاثنين واحد، يعني لو طلب منك برضه المنوال او مركز بقى المنواليه